بحال القصه ديال النصب والاحتيال. تقدر تكون طاحت في البرنامج حيت بعض المرات ما كتحش فرصه اني نشارك وحيت كثيره بزاف. الصديق ديالي تعرض لواحد نصب احتيال بواحد الطريقه بسيطه بزاف اللي هي في الهواتف النقاله. كاين بعض الاشخاص اللي تيديروا تيكونوا في محطه طرقيه تيكونوا في اسواق اسبوعيه كياخذوا هواتف نقاله يعني متميزه يعني زوينه يعني الثمن ديالها طالع شويه. نعم. تجيبوها تجيبوا هاتف مقابل يعني بحال داك الهاتف هذاك اما يكون خاسر او يكون غير الكراكاس ديالو غير الغشه ديالو. واضح. تيجي عندك تيقول لك انا باغي انا خويا تزيرت انا بغيت نبعد التليفون انا بغيت نسافر انا كذا هذه وتزيرت التليفون ها انت شوف قلت تجيب التليفون واعر كتقلب انت التليفون تلقاه يعني تليفون يعني الا كان عندك درايه به كتلقى التليفون عنده في مستوى تليفون زوين تيهضر فيه جميع يعني جميع الصفات اللي كيتحمل اللي داك التليفون اللي انت انك شايفه. واخا تيقول لك الثمن تيطلب لك واحد الثمن يعني ضئيل يعني مثلا ندير 1500 درهم ولا 2000 درهم تيطلب لك واحد 50 فرانك ولا 60 فرانك. تقول لك انا حقاريني مزير بغيت نسافر وهذه تقول له واخا يلا. تي هو عنده واحد الطريقه فنيه انت ما كتفهمش بها. تيقول لك كيرجعوا للجيب كيرجعوا للجيب ديالو التليفون كيرجعوا للجيب ديالو وكيشوف فلوس كيشوف انك انت غتجبد الفلوس كيشد منك الفلوس كيجبد لك تليفون واحد اخر يعني كيفاش الطريقه بحال انت هو ديجا انك كيكون وراه لك يعني كيفاش شتيه وهضرتي به وطالعتي الاثر ديالو كامله كتكون مقتنع. تيجي التليفون تيتفارك صح ملي كيتفاهموا وياك الثمن تيطفي التليفون قبال تيدخلوا للجيب ديالو ملي تتعطيه الفلوس تيجبد التليفون واحد اخر اما يكون خاسر واما يكون غير الغشه ديالو كركاس. وفي الغالب في القلب ديالو كيكون طريف ديال اللدون اللي متقلو اي تقلو باش انا باش ما يفطنش بهذه الطريقه هذه تيجبد لك التليفون تيعطيك التليفون تيخلي الاخر اللي مزيان في جيبو تيزيد فحالو. هذه الطريقه تعطي الصديق ديالو حكاها لي في محطه الطرق في جيتنا واحد جاسوس يعني بقى يقصني بالضحك طريقه. حاليا دابا الامر هذا تروج حتى في الاسواق اسبوعيه يعني الامر هذا رجع كثير. انسان كيشوف تليفون كنت 2000 درهم اخرى يبيعوا لك 500 فرنك او 500 درهم راه شيء يعني لا يعني ما كيتقبلوش العقل. دائما هي العلاقه ديال الطماع والكذاب مستمعي الكريم. للاسف صديقك لو انه كان سمع الحلقه كل ديال البرنامج حدي راسك كان يفطن لهذا الامر لانه سبق تكلمنا على هذا الموضوع اكثر من مره. وهذا اللي كيخليني نقول للمستمعين الكرام انه لا نجد حرجا من اعاده الحديث على مواضيع اللي سبق تحدثنا عليها لانه دائما كنفترضوا بان الناس محتاجين للتوعيه والتحسيس في هذا الباب ودائما كنفترضوا باللي ماشي كل الناس كانوا كيستمعوا لتلك الحلقه لما درجها البرنامج. القضيه ديال الهواتف النقاله بالفعل فيها نصب كثير وكثير جدا. قلتي ما عرفتيش كيفاش كيدير باش كيرجع التليفون للجيب ديالو وعاود كيجبدو. هو في غالب الاحيان اثناء التفاوض في الثمن ملي كيقول لك مثلا ديك ال 500 درهم ولا 600 درهم دائما حنا كنسحبوا راسنا راه حنا ذكيين بزاف دائما كنبغيو ننقصوا لهذاك اللي قدامنا. هذيك الثقافه ديال الهمزه اللي حتى هي كنا تكلمنا عليها في البرنامج فكتبغي انك تديه بارخص ثمن. هو كيعمل 2000 درهم وطلب لك 600 درهم ومع ذلك تقول له لا بزاف عليا خلي لي ب 400 ملي كتقول له ديك 400 كيرجعوا في الجيب ديالك وكنت ما باغيش تشري صافي حتى ما عينك شي تشري كيرجعوا في جيبه. انت كيبان لك انه راه داك التليفون هميزه كتقول له نزيدك شي حاجه كيقول لك شحال تزيدني كتقول له نوصل معك 500 درهم كيقول لك واشنو لقيتيني مزير وانت وجهك باين راجل مزيان انا غندير راسي بحال صحبه بيني وبينك ها هو سيدي وكيجبد التليفون الثاني اللي نفس الجيب ولكن هو عارفه فين وضعه عارف جهته بالضبط لا بوزيسيون ديالو بالضبط بحال كنقولوا وكيجبدو كيعطي لك بسرعه وكياخذ الفلوس ويمشي في حالاته وما يبقاش يبان لك. فكنقول لكم وقلت لكم اكثر من مره حضيو راسكم من البيع والشراء ديال جوج الحوايج راه ديما بيع وشراء خاسر البيع والشراء ديال الزربه والبيع والشراء ديال الظلمه. ملي يجي شي واحد يقول لك عندي واحد البياسه ولكن اخي مزروب الله يحفظك انت خذها من عندي ونشوف معاك دابا شوف معايا شي حاجه راني مزير وكذا بحال كنقولوا بالدارجه بالعاميه كيزرب عليك. هذا كله اللي كيزرب عليك في البيع والشراء عرفوا باغي شمتك. وشي واحد اللي كيخلي شي بضاعه حتى للظلام وعاد كيعرضها او كيكون الشارع ضاوي في الليل وكيختار هو واحد الجهه الاضاءه فيها خافته وكيكون كيبيع تفاح ولا فريز ولا بعويد ولا اي حاجه عرف هذيك البضاعه غادي نصها خامج. فحضي راسك من البيع والشراء ديالاش ديال الزربه هي وجنا اخر وديال الظلام تماما.